ما جاوبنيش على التسخير حاتم المليكي كان تسمع. التسخير توا هو الوزير اليوم في البرلمان يقول عن عملية التسخير متواصلة وموجودة. كي تسهل الناس العاملين في القطاع متاع المساحات الخاصة. الاتفاق اللي عرضوه هما منذ البداية قال لك إيجا تحطك كحكومة أنت كليان. مثلا قال النهار انا يتكلف لي ب 3 ملايين بالنسبه للمواطن قاعد يعمل في الاكسجين، اجى نشريه من عند نبيعه لك انت كدوله مليون و200 ولا مليون و100 ولا كذا. الاتفاق هذا عمره ما ابرم وعمره ما صار. ما فماش الاتفاق صحيح. ما فماش. هذاك يتسهل اصحاب المساحات الخاصه يقول لك احنا في ديسمبر ولا هو في نوفمبر عملناه عرضناه على الدوله التونسيه. وقت تجبد الموضوع قالوا هما اوكي نعملوها. خرج من بعد رئيس الحكومه قال رو اللي يمشي للكلينيك راهو يمشي على حساب الدوله والدوله تخلص. لا تتذكر اي، في حين انه لا صار اتفاق ولا هم يحزنون. معناها تو فماش مواطن تونسي نجم يمشي توا لا قدر الله مستحق الاكسجين ولا مش يمشي يعمل انتوباسيون يدخل الكلينيك يقول لهم انا راني على الحساب نتاع الدوله وتخلصكم الدوله. ما فماش شيء هذا ماهوش موجود. فماش ميكانيزم ما تحطش. طيب